ذات مرة وفيما العالم متورط في حربه الثانية، تدور معركة مختلفة حول مبنى سكني صغير، وبقيادة جندي بسيط فقد تقريباً كل جنود كتيبته. معركة ما كان للتاريخ أن يذكرها أبداً لولا أن هذا المجند قرر أن يقودها على أنغام موسيقى التانغو وأن يغير بها مسار الحرب. تبدأ الحكاية. مدينة ستالينغراد تكاد تتم 6 شهور من القتال العنيف دون توقف. قوات هتلر تحاول احتلالها والسيطرة عليها تماماً، والجيش السوفيتي يحاول الدفاع عن مدينته ومركز صناعاته العسكرية. أرواح أكثر من 2 مليون قتيل من الطرفين تحوم في كل مكان. وفي يوم يبدو كيوم حرب معتاد، نرى بافلوف يركض عبر حقل مغطى بالثلوج. تكاد أنفاس الجندي السوفيتي تتوقف وهو يحاول تفادي طلقات الألمان التي تنهمر كالمطر في كل اتجاه. نراه يقصد مبنى سكنيا على ضفاف نهر الفولغا مكونا من 4 طوابق كان قد تعرض للقصف وأجزاء منه مهدمة، لكنه ما زال قائما. ينجح في الوصول إلى مبتغاه. لم يتبقى من فصيلته المكونة من 30 جنديا إلا هو نفسه وجنديان معه، ولأنه هو الأعلى رتبة تولى القيادة. وبسرعة تدب فيه الحماسة، يأمر زميليه بتمشيط المبنى، يسارع بنفسه إلى تقديم الإسعافات الأولية للمدنيين الذين وجدهم داخل المبنى. ينظم بافلوف المقاومة المكونة من 3 مقاتلين ومجموعة من المدنيين أغلبهم من النساء، يتحصنون في الموقع وكأنه قائد لواء في الجيش يصدر أوامره بكل ثقة. لا تسمح للألمان باحتلال المبنى، لا تسمح لهم بالوصول إلى النهر، استمروا حتى الموت. يزرعون مدخل المبنى بالألغام والأسلاك الشائكة، يسدون النوافذ بأكياس الرمل والأسلحة والذخيرة، يحدثون في أحد الجدران ثقباً كبيراً بما يكفي لزرع فوهات البندقية الآلية، يحفرون نفق اتصالات بعمق 10 أقدام تحت المبنى وصولاً إلى نهر الفولغا حيث جيشهم السوفيتي. عبر النفق أيضاً تصلهم إمدادات الطعام والذخيرة والمواد الطبية. يواصل الألمان هجومهم على المبنى، لكن ثمة أمر غريب، ففي كل مرة يسمعون موسيقى التانغو تخرج من المبنى بصوت عال رغم هدير القصف. أحد رجال بافلوف وجد جهاز جرامافون في إحدى الشقق السكنية ومعه أسطوانة التانغو. صوتها كان يحفز الجنود السوفيت على القتال، فيما كان يثير الرعب في نفوس الألمان الذين يحاولون السيطرة على المبنى ربما لجهلهم بما يجري. تختلط أصوات الموسيقى بصيحات الجنود بنيران الأسلحة الرشاشة ومضادات الدبابات. تلمع نيران الأسلحة الرشاشة في ظلام الليل. يتحول المبنى كله كما لو كان منارة للجنود من بعيد، حتى أخذ المبنى اسم كودي وهو الفنارة. فكر الألمان في استمرار التقدم وتجاهل المبنى، لكن ذلك لم يكن باستطاعتهم، فالبيت ونيرانه كانا قادرين على إيقاف تقدمهم. يدفع الألمان بفرقة مدرعات كاملة للتعامل مع المبنى الأسطوري، لكن المدرعات لا تستطيع التقدم بسبب الركام والأنقاض وجثث الألمان والسوفيت، إلى درجة أن الجنود كانوا يضطرون إلى إزاحة جثامين القتلى لإفساح الطريق لنيران الأسلحة. يصعد بافلوف أعلى المبنى ومعه المناظير ليرسل إحداثيات المواقع الألمانية للمدفعية السوفيتية لتقصفها. يستخدم بافلوف بذكاء مضادات الدبابات ويوجهها إلى الدروع الرقيقة الموجودة أعلى أبراج الدبابات. كانت الهجمات مستمرة والمقاومة مستمرة، فقط مبنى واحد وتسقط ستالينغراد وربما تنهار المقاومة السوفيتية كلها، لكن المبنى يقدم مقاومة أسطورية. وعلى هذا النحو يمر شهران
دون جدوى. ألهمت مقاومة رجال بافلوف بقية المقاومة السوفيتية في ستالينغراد والتي اسمها الآن فولغوغراد، واستخدم المقاومون في أنحاء المدينة تكتيك القتال نفسه مع موسيقى التانجو، ويقال حتى إن الألمان أطلقوا عليها اسم تانجو الموت. يتحول اسم ياكوب بافلوف إلى رمز للمقاومة. ولاحقاً يحاصر الجيش السادس الألماني المهاجم والمكون من أكثر من 90,000 مقاتل، وتقطع الإمدادات عنه ويضطر إلى الاستسلام بالكامل. تقع في أيدي السوفيت خريطة المنطقة التي كان يحتفظ بها القائد الألماني، وعلى الخريطة نقطة محاطة باللون الأحمر، وبخط اليد كتب بالألمانية كلمة قلعة، يترجمها الروس ترجمة مختلفة وهي المستخدمة إلى الآن في وصف المبنى. كانت الترجمة ببساطة منزل بافلوف. لو استسلم هذا الجندي المزارع بعد أن فقد تقريباً كل كتيبته، فربما لم يكن أحد ليلومه، لكنه آثر المقاومة. هناك يا سادة من يفضل شرف المقاومة حتى لو أفضت إلى موت، على عار الاستسلام حتى لو أفضى إلى حياة. هل مرت بكم قصة مشابهة؟ شاركونا حكاياتكم وتابعوا هنا حكاياتنا التي لا تنتهي، ذلك لأن الحكاية مستمرة.